بلغ عدد الدول المشاركة رسميا في هذه الدورة 17 دولة مقسمة إلى 4 دول عربية هي سوريا، الأردن، فلسطين، تونس، و13 دولة أجنبية هي إيران، باكستان، اليابان، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إندونيسيا، كوريا، هنغاريا، أوكرانيا، إسبانيا، الهند. وكان من أبرز هذه المشاركات من ناحية المساحة وعدد الشركات هي ألمانيا، إيران، ألمانيا وإيران واليابان والأردن. بلغ عدد الشركات المشاركة بشكل مستقل من الجهات المحلية والعربية 334 شركة، وكان مجموع الشركات المشاركة بشكل عام من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والمحلية والعربية والأجنبية ما يقارب 700 شركة وجهة مشاركة ومن مختلف القطاعات. إن تزامن انعقاد دورة معرض بغداد الدول الحالية مع تشكيل حكومة ديمقراطية جديدة هو رسالة واضحة وحقيقية بأن العراق عازم على البناء والإعمار كانتصاره وتحرير أرضه من دنس عصابات داعش الإرهابية.